النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبس وحوصر في شعاب مكة 3 سنوات. في ايه؟ شعاب مكة 3 سنوات. كان سيدنا جبريل بينزل عليه بالوحي. للصحابة ولا التابعين ساعتها قالوا له النبي قال لهم يجيبوا لنا ناكل. ولا ده ربنا بقى كن فيكون. قعدوا 3 سنين لدرجة ان هم وصلوا ان هم ياكلوا ايه؟ ورق الشجر. احنا مش كده، احنا اصلب من كده. بس انا بطلت اتكلم عن المنامات والرؤى من 7-8 سنين، من 2006. انا فاهم الحته دي، بس بعد لحظه قفلتها، قلت لن اتكلم في هذا الامر مره اخرى. لكن انا كان ليا دايما منامات وكده بشكل. بتشوف حضرتك نفسك على عرش مصر؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. يعني شفت كثير جدا من الامور اللي حصلت بعدها. لا طبعا حتى كانت غير، كان ما حدش قدر يفسرها في من 35 سنه، ما حدش قدر يفسرها ابدا. يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويله جدا ان انا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر. ده من 35 سنه. لا اله الا الله لون احمر. باللون الاحمر، نعم، لسيف مكتوب عليه. ان انا في ايدي ساعه عليها نجمة خضرة ضخمة جدا أوميجا، والناس بتسألني بيقول لي أنت إشمعنى أنت اللي معك الساعة دي؟ فقلت لهم الساعة دي باسمي هي أوميجا وأنا عبد الفتاح. يعني رحت حاطط الأوميجا مع العالمية مع عبد الفتاح، مش أنا اللي تفسد منام مثلا. يعني منام تالت إن يتقال لي هنديك اللي ما دونوش لحد. مين؟ في المنام يعني هنديك ما تدلوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه فبيقول لي انا كنت عارف ان انا حابب رئيس الجمهوريه. قلت له انا عارف ان انا حابب رئيس الجمهوريه.